بيكتبوا؟ كله بيكتب؟ انا هجيلك يا حاجه عشان اكتب لك. عرفتيها الاجابه؟ في الورق اللي عندك، محدش يتكلم خالص. انت عارفه الاجابه؟ مش عارفاها. وانت يا حاجه؟ ما عرفتيهاش؟ اكتبي اسمك بالكامل والاجابه. على ما يقول لكم، لان احنا هنحط الورق كله في سله واحده. العبد، العبد الصالح. انا هقول لكم ركزوا جامد. نعم نعم، حاضر. في حد ما جابش الورقه بتاعته؟ على مين؟ انت هتعيطي ليه؟ لا احنا مش عايزين القلم. خديجه دي ليها قصه اظن انتوا شفتوها، احنا بنسجل قبل الحلقه ما تتذاع، بس انتوا هتشوفوا القصه في حلقه المحله. اسمك ايه؟ مين اللي قالت لك؟ طب تعالي يا معلم. خديجه كانت موجوده في المصنع بتشتغل، ورفعت لي ايديها وقالت لي الاجابه صحيحه، فقلت لها تعالي، فقالت لا مش انا اللي قلت، دي امال. وتنزلت عن الجائزه كده، بس كانت ممكن طبعا تخش في قصه وخناقه مع امال وحاجات زي كده. ايه اللي حصل يا خديجه بالظبط؟ اللي حصل هي كانت واقفه ورايا، فهي قالت سؤال وانا ما كنتش عارفاه، يعني انا كنت لسه مش عارفاه. هي قالت في بقها كده، هي قالت في بقها، بس ما اتشجعتش ترفع ايديها. انا اللي رفعت ايدي قلت ثلاثه، فحضرتك شدتني قمت قلت لك صاحبتي اللي قالت. وما فيش حاجه حصل بقى. ان هي عملت ايه معاكي بعد الجائزه؟ خالص. احنا بقى قررنا تكون خديجه من جمهور مصر النهارده، عشان اذا كان ليها نصيب في ال 50,000 جنيه انت وحظك. ايه يا حاجه؟ عرفيني بنفسك يا حاجه. انا فوزيه. مين اللي حاجه فوزيه؟ مين اللي اتصل بمصر النهارده؟ النهارده لا، ده اتصل بيا من يومين. مين؟ لا انت كنت اتصلت بيهم قبل كده؟ اه 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 بنت اللي قدمت لي في ال بعدت ايميل. ايميل وصدروك انت بقى؟ وصدروني. طيب كتبته باسمي. ربنا ان شاء الله ربنا يسعدك. زبش انت منين؟ انا من البحيره، من ابو حمص. من ابو حمص؟ نادي على نفسه ابو حمص. الله يخليك. ابو حمص كتير. انا والله على البحيره اتنضفت، قالوا بقت حلوه والله جميله، بس عايزه يعني يا رب حضرتك عمل شغل كويس. عامل شغل بس فيها شويه وقت يعني. ولا في الاول حتى لا في شغل كويس، في شغل، بس ده هيحتاج زياره من حضرتك. الشغل هيبقى افضل وحاجات هتبقى. لا بس هم بيقولوا، انا سمعت ان المحافظ عامل شغل كويس جدا. ست المحافظ اللي هو بادئ بدايه كويسه خالص. وبتشتغل ايه؟ انا شغال عامل مسجد في برج العرب. بتأذن كمقيم شعائر يعني ولا؟ عهده مسجد. ماسك العهده؟ العهده بتاع مسجد. المسجد ده فيه تبرعات وبتاع؟ التقوى. في مدينه برج العرب، مساك اسمها مساك التمنميه يعني؟ لا فيش تبرعات ولا حاجه. حتى عهده المسجد نفسه، السجاد والميكروفونات والمراوح. عهده المسجد نفسه يعني. انما ما تقيمش شعائر ولا حاجه؟ لا لا، انا عامل مسجد. عندكم ضغط في المسجد جامد في رمضان صح؟ والله هو مسجد يعني. وحضرتك من دار السلام حضرتك.